مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ جبت لكم اليوم هذا الجهاز اللي هو جهاز إزالة الشعر الوجه بالخيط. هي آلة كتير أنا استفدت منها، وبالذات هلأ في يعني وقت الكورونا أكيد مش كلنا بنقدر نروح على الصالونات نعمل هيك شغلة، وكمان بالحجر ما كنا نقدر إن نطلع أغلبنا، فهي الطريقة التقليدية بس بطريقة سهلة إنك أنت تقدري تعمليها في البيت، ما تحتاج تروحي على صالون عشان هيك شغلة بسيطة، خصوصا في هاي الأيام زي ما قلنا أنظف وأحسن، وبتضيعيش وقت في البيت بتسويه، وبالذات اللي عايشين برا مش سهل ان نروح نعمل الطريقة التقليدية هاي، مش اي حدا بيعملها في الصالونات. فانا شفتها انها هي جهاز كتير حلو كتير فادني، فحبيت احكي لكم عنه. هلا بصير يستعمل بغير مناطق من الجسم، بس هي الاغلب انها للوجه. هلا راح اوريكم اياها من جوا. انا جبتها من امازون، راح اترك لكم اللينك تحت من وين ممكن تلاقوها، وهي مو غالية وكتير بتفيد وبتضل يعني بتقعد فترة طويلة. هيها هي بتيجي هيك، ما حدا فطر يشرح عنها. هون بيكون في عنا بودرة، بس انا بكبها يعني عشان اللي مثلا بيحب يحط قبل ما ينزع الشعر بودرة. هذا الخيط المحا هو خيط قطني 100%. تستعمليه هيو. هلا لما يخلص هذا الخيط مثلا راح تحكي طب انا شو راح استعمل لها. هلا انا هذا الخيط بنشرى من اي محل، هو بيحكوا له خيط ملاحف، بس اشترى من اي محل بتاع خيطان. بالعكس حتى انا بحب هاد اكتر من خيطه الاصلي، يعني بقيم خيطه الاصلي وبستعمل هاد، وهاد مو غالي بالمرة يعني من اي محل ممكن تجيبيه. طبعا معها الوصلة تبعتها هي مش شحن، هي بتضل على الكهرباء وبتستعمل وسهل استعمالها كتير سهل، وسهل انك تحطي الخيط ما في اي صعوبة منها. هي بتناسب جميع انواع الجلد، كل انواع الجلد حتى الحساسة ممكن تستعمليها اي محل في الجسم، بس هي يعني مخصصة للوجه. بتخلي المنطقة ناعمة، ولانها بتقيم من الجذور فما بتستعمليها الا مرة مرتين بالشهر، ما رح تستعمليها اكتر، لانه زي ما قلنا لما تقيم من الجذور ما بتضطري انك تستعمليها كتير. فيها طبعا هون ضوء عشان تساعدك انك تشوفي الشعر الصغير وانت بتسوي، وهي سهلة الاستعمال، ما بتضطري تحطي مواد في هاي المنطقة او انك زي ما قلنا تروحي وتيجي. هلأ انا رح احط الكهرباء واوريكم كيف بتصير تتحرك. هي بتصير تتحرك هيك، فبتقيم الشعر، ما بتوجع لانها سريعة، مو لما يسووا بالخيط يعني بدك تسوي شوي شوي، فهي لما تكون سريعة خلص. هلا بدي اوريكم كيف احنا بنحط الخيط ولا اشي. بتحطيه هيك، هدول بترخيهم وبتحطي الخيط بتلفيه مرة وبعدين بتفوتيه من هون. انا مش شايفة عم بطلع من اوكي، بعدين بتدخليه من هون، هي مفتوحة بتدخليه، بترجع بتفوتيه من هاي، بس دخلي يعني بس اوكي، وبتفوتيه من هون خلص. بترجع بتشدي هاي على الاخر وبتشدي هاي على الاخر، ها حتى يشد خلص بطل يلف. وهلا بس ما في اشي تاني ممكن تسوي، كتير سهلة. يمكن اول مرة مرتين تشوفيها غريبة، بعدين خلص راح تستسهلي، مستحيل انك ترضي تسوي طريقة تانية. انا بشايفها كتير منيحة، ما بتحسس، ما بتعمل مشاكل، واحسن من اي اقتراح تاني. وهيك بيكون خلص فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. هيك بحكي لكم، مع السلامة.